كما احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الشماس عيسى حداد كاهنا جديدا للخدمة، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة. وأكد سيادة المطرح خريستوفوروس أن على الكاهن أن يلتمس حضور الله الدائم ويبقى أمينا للنهاية ويتمم الخدمة الليتورجية بورع وأمانة. شارك في الخدمة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الشماس الجديد نكتاريوس وجمع من المؤمنين. يا ابني حافظ على الأرثوذكسية كعقيدة وكحياة في حياتك في خدمتك الكهنوتية، لأن الأرثوذكسية مش هي عقيدة فقط، ولكن الأرثوذكسية هي حياة نور وقيامة. هذا يكون دائما ضميرك مليان فيه وقلبك يعيشه، حتى تقدر دائما تعطي نور المسيح لأبناء الرعية اللي راح تخدمها. يا ابني نعمة ربنا وبركة ربنا مع صلاة أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس، مع إخوتك الكهنة اللي هن اليوم ملتفين حواليك، اللي تمكنوا إنهم يحضروا واللي ما تمكنوا من الحضور، كلهم صلاتهم معك في هاي اللحظات بترافقة في هذا الدخول للقدس الأقداس حتى تنال نعمة الكهنوت. تشجع، تقوى، تعزى، وتعال ادخل لفرح ربك.